السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا مركز تدريب أمنور ابن أمنور يسيكل. كل يوم حمام حلقات جديدة زي ما عرفتكم. أنا النهاردة في المزرعة، النهاردة في البيت، عارفين الوقت وكلها نبتاعها إن شاء الله نذبحها هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير دايما، ويعيد أضحى عليكم يا رب كده، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا دي قيمة يا جماعة اللي كلنا كنا مصورينها، وقلت داخلين على ولادها وهندخلها وهنعمل لها مكان. الحمد لله الحمد لله ولدت الحمد لله زي ما انتم شايفينها يا جماعة. هي طبعا ربنا يبارك ويدي كل من كان يا رب كده. هي جايبة 4 اهيت، الله اعلم هتجيب تاني ولا لا، لان الكلبة التانية ولدت 2 في يوم، وتاني يوم راحت والدة كلب كمان، فالله اعلم دي هتولد تاني يوم ولا هتقف على كده. برضو احنا حمدين ربنا، على ربنا يرزقه الحمد لله على كل حال. طبعا انا فوق دلوقتي لان في كلاب مش عارفة ترضع، فانا بنحاول انتوا شايفين كده يا جماعة، بنحاول ان انا نساعدها باي حاجة. هي بتدور على صدر امها. تعال 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 هيك. بس زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة انا مسكتها هي، تمسك ومهمت كلك برضاهم الحمد لله. انا منطمن لما تلاقي كلبتي نايمة والجراو بيرضعوا منها، منطمن الحمد لله، يبقى في امل ان الكلبة هترضع والجراو بيرضعوا الحمد لله. انما في كلاب تانية ما بتعرفش ترضع ولا بتعرف تحضن ولا بتعرف، فدي بتعذبنا احنا معاها من كلنا قاعدين طول النهار قدامها والردة ونعمل ومفيش فايدة برضو. بس يا ام بس يا ايه احنا شايفين كده اهو 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 اهو. تعال تعال يا ستة اهي يا ستة اهي براح اهي. طبعا هي صدرها صغير، في صدر صغير طبعا يا جماعة هي مش عارفة تمسكه. اغطسي انت تحت، اغطسي اغطسي اهي، امسكي كده اهو، امسكي امسكي امسكي. اصبر بس اهو. طبعا مسك يا جماعة اهوت، بيرضع اهوت الحمد لله يا رب. بس التعب ده يبقى فايدة في الاخر، لان انا والله من الساعة كام 7 وانا قاعدة قدامهم. دلوقتي الساعة كام؟ الساعة داخلة على 4 اهوت العصر، الساعة 7 وانا قاعدة فوق قدامهم، عشان بس كلنا نعرف يا جماعة التربية مش بالسهولة. بس 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 انت غطسان، انت مش عارف ترضى. ترضى بيرضاش. طبعا يا جماعه احنا مع بعض دايما، واحنا لسه في اول البدايه مع ايمه. لسه طبعا مش عارفين دول كده النهايه ولا لسه في ولاده تانية، لسه لان هي والده النهارده لسه الصبح، فلسه مش عارفين ايه النظام معاها. يا عالم في لسه بطنها جراوي، لان الملينو اكتر الملينو بيقعدوا يوم ويريحهم ويولدوا تاني يوم، فعادي دي مش هتفرق معانا. فزي ما يقسم بيه ربنا احنا راضيين بيه، ربنا عطاهولنا طبعا والحمد لله على كل حال. بس عادي اقعدي اقعدي.
طبعا دول عيال ميلو، كلنا عارفين ميلو طبعا. خليكم معانا يا جماعه زي ما انا معوداكم على كل يوم جديد. طبعا دي الحلقه دي كده انا صورتكم بس حته كده، ولسه مش هنزل الفيديوهات دلوقتي لما يشد حلهم شويه. طبعا احنا مع بعض على طول، وهنوري لكم مشاهد برضو لإيمي ولإيمة، وهنوري لكم مشاهد لهيره. وربنا يسهل الحال يا رب كده للباقيين، وربنا يدي اللي عايز، وربنا ما يحرم اي حد من الخير، ويا رب يديكم دايما الخير كله. خليكم معانا يا جماعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع عمرك سيدة أمنور من أمنور سيكل. كل يوم معانا حلقات جديدة زي ما عرفتكم. أنا النهاردة في المزرعة، النهاردة في البيت، عارفين الوقت وكده هنقطعها إن شاء الله نذبحه هنا. وقلنا بقى نعمل حلقات كده يوم الوجبة مع الكلاب. طلع كده لقينا مرة واحدة إيما ولدت، هي وهي بسم الله إن شاء الله. لقينا الاثنين ولدوا مرة واحدة بسم الله ان شاء الله. لسه ودين دي هي كملوا بقى مهيرة كده، كملوا مع إيمة. طبعا يا جماعة دي إيمة مش هيرة، عشان انا منزلة حلقة امبارح لهيرة وعيالها. طبعا دي إيمة، لو ناخدوا بالنا منها كده غير هيرة خالص. دي إيمة، الاثنين والدين مع بعض، بس ديت قبلها بكام يوم، يعني الاثنين في نفس الاسبوع. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله جايب اربعة كده، بقالها زي خمس ست ايام والدة برضك هما. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. وان شاء الله الحلقة تعجبكم كده، وهتشوفوا احنا بنحضن ازاي الكلاب مع امهم كده. زي ما انتم شايفين كده المنظر. بسم الله ما شاء الله، ربنا يرزق الجميع يا رب. طبعا ابو نور هيقلب المزرعة القديمة دي كلها ملينو، دي امهم، لان هو بيحب الملينو خالص. هيخلي دي مزرعة ابو نور ملينو، هنقلبها كلها ملينو. ايه رأيكم يا جماعة؟ اكتبوا في الكومنتات لو انتم موافقين نخلوا المزرعة القديمة كلها ملينو. اكتبوا لنا في الكومنتات واحنا هنوافقهم على طول، نخلوا هنا الملينو كله يولد هنا وينتج هنا، ونبيع ونشتري في المزرعة القديمة زي الاول مع الملينو بس. بس انا عايزه رايكم، وتشوفوا ايه رايكم في الموضوع دوت. هل انتوا هتوافقوا نخلوا الملينو هنا ولا في المزرعه هناك الكبيره؟ نشوفوا ايه. طبعا ربنا كرم والجراوي كبروا، وان شاء الله باذن الله خير، وهنشوف الجراوي كده قدام عينينا وان شاء الله تبقى خير. ولو النظام ده نجح معانا هنا، الملينو نجحت معانا هنا، طبعا هنخلي ابو نور يخليها ملينو كلها، هتبقى مشروع جميل جدا لكل زبايننا وكل حبايبنا. طبعا هتبقى قريبه، وفي طبعا محبين ياما، محبين الكلاب الملين، وفي ناس بتعشق الملين بس زي ابو نور كده زينا. طبعا الملين يا جماعه لما بيبقى عندنا جراوه ما بيقعدوش، بيتحجزوا ان هم لسه في بطنها. بيتعاركوا مع بعض ازاي يا جماعه لما بيرضعوا؟ بص بيتعاركوا مع بعض. دي هيرة يا جماعة، هي الفاتحة التانية غامقة شوية عشان تفكروا ان ديت يلا خدي نشفي ده، يلا نشفي ده، يلا نشفيه يلا. ايما يلا اهي اهو، يلا خديه في حضنك، نشفيه يلا، نشفيه يلا. شاطرة ايما، you
انا طالعه فجاه نبص على ايما، على ايما كان اخر لحظه هو الجرو بينزل. طبعا كنت خلاص انا جيت في الاخر، سلحتش نصور اللقطه وهي بتفتح الكيس للكلب. هي واضح انها لسه تعبانه يا جماعه، ولسه في جرو في بطنها، بطنها باينه هي، وهي بتنزل حاجه حاجه كده. الجرو ده الاخراني اللي هو لسه نازل، ده الاخراني. طبعا دول بتوع الصبح اللي هم راضعين اللي هم لسه راضعين دلوقتي وناموا. انا طلعت طبعا يا دوبك نزلت نفطر، والله طلعت على الصوات.